الرسول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لا إله إلا الله أحيي بها وحدي لا إله إلا الله أحيي بها عمري لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد لا إله إلا الله ألقى بها وجه الله سبحانه وتعالى أقول وأخاطب روح المرحوم يا خالد أمسيت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان تعفو الملوك عن النزيل بساحل كيف النزول بساحة الرحمن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدك وسائر أموات المسلمين وشهدائهم بواسع رحمته ويسكنك فسيح جنانه اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في ظل ممدود ماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم يا مولانا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أكرم مآبه ويسر حسابه واجعل جنة داره وملائكة الكرام زواره والرحيق المختوم شرابه والسندس الأخضر والاستبرق ثيابه وارحمنا إذا قلنا إلى ما آله يا رب العالمين الله اللهم انفع وارفع بما تلي له من القرآن اللهم انفع ببركة القرآن اللهم إنك تعلم ونحن نشهد أنه آمن بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولم يره فلا تحرمه في الجنة رؤيته احشروا على ملته أوردوا حوضه في بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظن بعدها أبدا اللهم إنك عفو كريم حب العفو فاعف عنا وعنه اللهم إنك غفور رحيم فاغفر لنا وله اللهم إنك رحيم فارحمنا وارحمه اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم إن ذنوبنا وإن جلت وعظمت ما هي إلا صغيرة يسيرة جنب عفوك يا من لا تدرك الذنوب ولا تنقصك المغفرة لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته الكرام وللصحابة والتابعين ولأئمة المجتهدين وللشهداء والصالحين ولمن كان هذا الفاتح من أجله بسببه أنت أعلم وأدرى باسمه ولمن مات من أفراد عائلته صغيرا كبيرا اللهم إنا جميعا ثواب الفاتحة